السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندس؟ هل البرزنتيشن واضحة بالنسبة لكم؟ مفيش حاجة ظاهرة يا دكتور، مفيش حاجة ظاهرة. طيب تمام. طب كده في حاجة ظهرت؟ لا لسه حضرتك برضه. طب كده ظهرت المحاضرة؟ لا يا دكتور، أعتقد كده إن أنا عامل شيرنج للديسك توب يا باشمهندسين، مش ظاهرة برضو؟ هي مش ظاهرة عندي يا دكتور. كده المحاضرة أعتقد البي دي إف الظاهر كده. ايوه بيحمل اهو. ايوه الظاهر كده. طيب تمام، هنبدأ محاضرة النهاردة إن شاء الله على الويف جينيريشن أو تولد الأمواج بفعل الرياح من البحر. هنتكلم في المحاضرة النهاردة على الرياح بشكل عام، هنتكلم على الميكانيزم اللي بيه بتتولد الأمواج بفعل الرياح، هنتكلم على المودلز اللي بنستخدمها علشان نحسب خصائص الأمواج من الرياح، وفي النهاية هنتكلم على نوعين من المودلز. في موديل بسيطة بنستخدم فيها بعض المعادلات الحسابية أو الفورميوليشنز أو النوموجرافس اللي هي الرسومات البيانية، بالإضافة لاستخدام النماذج العددية اللي هي النيوميريكال مودلز. لما نيجي نتكلم على الرياح بشكل عام، انتوا طبعا عارفين ان الرياح عموما اللي بتتشكل على وجه الكرة الأرضية عموما بتنتج نتيجة سببين. السبب الأول وجود مصدر الطاقة الحرارية من الشمس، بالإضافة لدوران الأرض اللي هو الروتيشن اوف ذا ايرث. طبعا دوران الأرض مع السولار هيتنج أو الحرارة الناتجة أو الطاقة الناتجة من الشمس أو ما يعرف باسم الطاقة الشمسية، ده هيسبب حركة للكتل الهوائية، وده بينتج عنه بعض التغيرات في درجات الحرارة أو في الضغط الجوي. وبالتالي نتيجة لكل الأسباب اللي أنا ذكرتها ديت هتتولد الرياح. يبقى السبب الرئيسي لتولد الرياح هو السولار هيتنج بالإضافة للروتيشن أوف ذا إيرث، وبالتالي بتتولد الرياح نتيجة حركة الكتل الهوائية والتغيرات اللي بتحدث في درجة الحرارة والضغط الجوي. طب لما تتولد الرياح، نتيجة بقى عن تولد الرياح بتتولد الأمواج نفسها أو الويف جينيريشن. يبقى المكون الرئيسي أو المسبب الرئيسي لتولد الأمواج هو تولد الرياح نفسها. بشكل عام عايزين نتكلم على جلوبال ويند باترن. لو ده كده شكل الكرة الأرضية وعندنا قطبين اللي هو القطب الشمالي والقطب الجنوبي، لو هنتكلم على الجلوبال ويند باترن او نمط الرياح العام او شكل تولد الرياح على شكل الكره الارضيه عموما، عندنا في هواء دافئ. الهواء الدافئ ده بيتحرك في اتجاه القطبين، وبالتالي الهواء الدافئ ده هيقابله
الهواء اللي هو الساخن، تقابل بقى الكميات من الهواء الدافئ مع كميات من الهواء البارد بينتج عنه تولد الرياح الشديد. يعني مثلا لو احنا اتكلمنا مثلا على امريكا الشماليه او جزء كده من شرق اسيا او جزء من شمال اوروبا، هنلاقي ان هم عموما متعرضين لهبوب رياح شديده او هبوب عواصف. على العكس اماكن مختلفه من دول العالم الكوستال ارياز فيها ممكن ما تتعرضش لهبوب الرياح الشديده، ممكن تتعرض لحدوث السويل. فاقصد ان في على حسب تولد الرياح وتولد العواصف ده بيأثر طبعا في شكل الامواج اللي بتبدا ان هي تتولد بعد كده. الرياح عموما لما نيجي نتكلم عليها اشهر سكيل بيوضح الكلاسيفيكيشن او تقسيم الرياح هنقسمها طبقا للسكيل بتاع بيفورت. بيفورت قال ان الرياح عندنا في 12 نوع او 13 نوع، بيبدأ من البداية من الكالم ويند أو ما يعرف باسم الرياح المعدومة، ودي السرعة بتاعتها بتتراوح من 0 لـ1 ميل بالأور لكل ساعة. ده معناته إن السرعة منخفضة جدا إلى أن نصل سرعة الرياح إلى أن نصل إلى رياح تكاد إن تكون سرعتها شديدة جدا أكبر من 73 ميل بالأور أو ميل لكل ساعة، ممكن ينتج عنها عواصف، ممكن ينتج عنها strong hurricanes او عواصف شديده او very strong عواصف شديده جدا. ده معناته ان سرعه الرياح عاليه جدا، ودي التقسيمه بتاعه السكيل الخاص بالرياح. طيب احنا محاضره النهارده هنتكلم على خصائص الامواج وعايزين نستنتجها من خصائص الرياح نفسها، يبقى لازم في البدايه ان احنا نتكلم على ايه اللي يهمنا في الرياح لما بنيجي ندرس. لما بنيجي ندرس الرياح بيهمنا اكتر من بارامترز او اكتر من معامل. اول معامل هو الويند سبيد او سرعه الرياح. سرعه الرياح بديها رمز يو، ودي عباره عن الفيلوسيتي الخاصه بالرياح او السرعه اللي الرياح بتهب بيها فوق سطح الايه، فوق سطح المحيط. وانا هنا بتكلم على سطح البحر او سطح المحيط. طيب يعني في مسافه قد ايه، خلال فتره زمنيه قد ايه، يعني وحدتها عباره عن مسافه لكل زمن. طب لما بندرس بقى مادة هندسة الشواطئ والمواني بيبقى في عندنا وحدة كده مميزة، هي وحدة العقدة. العقدة دي اللي هي النوت، العقدة دي عبارة عن 1852 من 1000 كيلو متر لكل ايه، لكل ساعة، او 1 نوتيكال مايند على الاور، او ما يعرف باسم ان هي ممكن تساوي 514 من 1000 متر لكل ثانية، او بتساوي 1.15 ميل. بس انهي ميل بقى؟ ده ميل عادي او ميل ارضي لكل ساعة. طيب النوت دي عبارة عن 1 ميل بحري لكل ساعة. فالوحدة دي مهمة جدا، ودي اللي غالبا بنشتغل بيها في هندسة المواني والشواطئ والديزاين بتاع الموانئ وتصميم حواجز الامواج والمنشآت البحرية. طيب الخاصية التانية اللي تهمنا في خصائص الرياح غير الويند سبيد او سرعه الرياح، يهمنا حاجه اسمها الفيتش. الفيتش ده عباره عن طول المدى المكشوف. ايه هو الفيتش؟ طبعا انتوا عارفين ان الرياح بتتولد بتاخد سرعه مقدارها يو. اذا كان مكان تولد الرياح في منطقه فوق سطح البحر اللي هو المستطيل اللي واضح قدامكم ده، وبالتالي نتيجه لتولد الرياح في المنطقه دي بيحدث تولد للامواج اللي هي الويف، بعد كده بيحدث انتشار للايه، للامواج. ايه هو بقى المدى المكشوف اللي هو الفيتش؟ الفيتش ممكن اديله رمز اف كابيتال او اكس كابيتال. هو عباره عن طول المسافه المائيه على سطح البحر اللي هو الطول اهو، اللي هو المسافه اف او اكس اللي هي الموضحه بالسهم ده، عباره عن طول المسافه المائيه على سطح البحر اللي بتستمر فيها الرياح في الهبوب بسرعه مقدارها يو خلال مسافه زمنيه. المسافه دي بقى هي الفيتش او المدى المكشوف من سطح البحر. يبقى انا خدنا كده الويند سبيد اللي هي سرعه الرياح، السرعه اللي بتهب بيها الرياح في سطح البحر او سطح الميه او السطح اللي انا بدرسه. تاني حاجه المدى المكشوف اللي هو الطول، المدى المكشوف او طول المسافه المائيه او طول المسافه على سطح البحر او من سطح البحر اللي بتستمر فيها الرياح بالهبوب بسرعة مقدارها يو. المسافة دي بسميها طول المدى الايه، طول المدى المكشوف. وعلى فكرة بصفة عامة
السرعة في طبعا سرعات كتيرة، في رموز كتيرة للسرعة. احنا في هندسة المواني والشواطئ زي ما ثبتنا موضوع العقبة بالنسبة لسرعة الرياح، هنثبت سرعة معينة، هنثبت سرعة معينة. السرعة دي هي السرعة على ارتفاع 10 متر من مستوى سطح البحر، يعني هنتكلم على اليو عند 10 متر، اللي هي السرعة على ارتفاع 10 متر. الخاصية الثالثة حاجة اسمها البريفيلينج ويند. البريفيلينج ويند دي عبارة عن الرياح السائدة. ايه هي الرياح السائدة؟ هي الرياح اللي بتهب فوق سطح البحر من اتجاه معين او من اتجاه واحد خلال الفترة الزمنية اللي انا بدرس. يعني وليكن مثلا دي شكل وردة البحر او الروز اوف ويند في منطقة اسكندرية. لو انا خدت نقطة كده على سواحل مصر بالقرب من شط اسكندرية ورسمت وردة البحر، ده كان اتجاه الشمال، ده اتجاه الجنوب، ده اتجاه الشرق، ده اتجاه الايه الغرب. من شكل وردة الرياح اقدر ان انا احدد الاتجاه اللي بتيجي منه الرياح. فده واضح من شكل وردة البحر ان معظم الرياح اللي بتتولد على في منطقة البحر او الشاطئ اسكندرية او الشاطئ الشمالي بالنسبة لمصر بالقرب من اسكندرية، اتجاه الرياح غالبا الاتجاه السائد هو عبارة عن اتجاه الشمال الغرب. ده معناته ان اتجاه الامواج السائد برضه او الامواج اللي انا متوقعها ان هي تحدث بسبب هبوب الرياح برضه هتحدث في الاتجاه اللي هو السائد اللي هو اتجاه الشمال الغرب. يبقى ده عبارة عن البريفيلينج ويند. طب في بريفيلينج، يبقى البريفيلينج ويند ده عبارة عن الرياح السائدة او هي الرياح اللي بتهب من اتجاه واحد. طبقا ل هبوب الرياح السائدة هيبقى عندي اتجاه للرياح السائدة، وده عبارة عن الاتجاه اللي منه بتتولد الرياح السائدة اللي بتتولد معظم فترة فصول السنة. وغالبا على فكرة البريفيلينج ويند دايركشن او البي دبليو دي هو ده اللي انا بحتاجه علشان اصمم اي حواجز للامواج في المنطقة اللي انا بدرسها او في الميناء اللي انا بدرسها او التصميم لاي منشأة بحرية. نرجع تاني لموضوع سرعة الرياح. زي ما انا قلت لكم احنا عندنا سرعة الرياح وعندنا الفيتش اللي هو المدى المكشوف للرياح او المسافة اللي بتتولد عليها الامواج على سطح البحر بسرعة يو. في الرياح انا ما يهمنيش كل السرعات اللي انا برصدها. طبعا انتوا عارفين بالارتفاع على سطح البحر كل لما ببعد عن سطح البحر بيقل الفريكشن او الشير ستريس اللي بيتولد او اللي موجود مع سطح البحر نفسه، وبالتالي متوقع ان السرعة تبدأ تزيد مع الارتفاع عن سطح البحر. لو انا عندي ارتفاع معلوم وليكن زد فوق منسوب سطح البحر اللي هو زد وعندي السرعة عنده معلومة اللي هو يو زد، اقدر اجيب بقى السرعة او استنتج السرعة اللي انا محتاجها اللي هي يو 10 او السرعة عند ارتفاع 10 متر. وده بستخدمه بقول ان اليو عند ارتفاع 10 متر تساوي اليو زد او عند الارتفاع المعلوم اللي هو الزد مضروبة في 10 اللي هو الارتفاع اللي انا عايزه مقسومة على الزد اللي هو الارتفاع المعلوم الكل اس ايه كل اس. واعتقد ان المعادلة دي انتوا درستوها قبل كده في مادة الهيدرولوجي. يبقى المعادلة دي انا بستخدمها علشان احسب السرعة على ارتفاع 10 متر من مستوى سطح البحر بيزد او اعتمادا على سرعة معلومة على ارتفاع زد. السرعة المعلومة يو زد والارتفاع المعلوم هو زد. طيب هنتكلم بقى على الميكانيزم اللي بتتولد بيه الرياح، اللي بتتولد بيه الامواج بيزد على الرياح او الويف جنريشن. هنتكلم على كيفية تولد الامواج الناتجة عن تولد الرياح. طبعا بسبب وجود الرياح هيبقى في عندي قوة قص او شير ستريس ما بين الرياح نفسها وما بين سطح المية، وبالتالي ده بينتج عنه ان في جزيئات لسطح المية بتبدأ ترتفع وبتبدأ تنخفض، فبينتج عنها طبعا حدوث الامواج بالشكل اللي انتوا عارفينه. طبعا مع الامواج طبعا بتبدأ بعد تولد الموجة، انا يهمني ايه هي الخصائص المميزة للموجة نفسها. انا هيهمني في الموضوع كله علشان ادرس تولد الامواج ان انا هدور على الخصائص المميزة للرياح. طب ايه هي الخصائص المميزة للرياح اللي انا هحتاجها في دراسة خصائص الامواج اللي بتتولد؟ هيهمني بالنسبة للرياح اول حاجة سرعة الرياح اللي هي الويند سبيد اللي هي اليو. هيهمني الستورم ديوريشن اللي هي فترة هبوب العاصفة او فترة هبوب الرياح، او هي الفترة الزمنية
اللي بتهب فيها الرياح خلال المدة الزمنية ديت وينتج عنها تولد الأمواج. وفي النهاية هتكلم على المدى المكشوف اللي احنا شرحناه، أو طول المسافة من سطح البحر اللي بتتولد فيها الرياح بسرعة مقدارها يو، وده بديله رمز اف كابيتال أو اكس كابيتال. طيب لو أنا عندي خصائص الرياح ديت أقدر أوصل لخصائص الأمواج اللي هتتولد. ده بقى الشرح في السلايد ديت. هنبدأ نتكلم فيها على تو مودلز، يعني عندي نوعين من النماذج. في النوع الأول هو البارامتريك مودلز، أو ما يعرف باسم النماذج اللي بتعتمد على معاملات، ودي عبارة عن نماذج مبسطة أو نماذج بسيطة. النماذج البسيطة دي بتعتمد في حساب خصائص الأمواج على خصائص الرياح أو معاملات الرياح المتولدة. وأقصد بمعاملات الرياح عندي الويند سبيد اللي هي الفيلوسيتي اللي هي اليو، وعندي الفيتش اللي هي الاف كابيتال أو الاكس كابيتال، وعندي التي اللي هي الديوريشن ستورم ديوريشن أو زمن العاصفة، أو هي الفترة الزمنية اللي بتهب فيها الرياح فوق سطح البحر. لو أنا عندي خصائص الرياح اللي هي اليو والفيتش والتايم ديوريشن اللي هي التي، هقدر ان انا استنتج خصائص الامواج المتولدة بسبب هبوب الرياح. واقصد بخصائص الامواج هنا الاتش اللي هو السينيفيكانت ويف هايت، واقصد بيه كمان البريود اللي هو عبارة عن التايم بريود او زمن تردد الموج. طيب المعاملات دي او الطريقة دي ان انا بستخدم المودلز البسيطة او النماذج البسيطة او النماذج المبسطة. الطريقة الاخرى لاستنتاج خصائص الأمواج أو خصائص تولد الأمواج بيزد على الرياح المتولدة، إن أنا ممكن أستخدم المودلز بصفة عامة أو النيوميريكال مودلز. المودلز دي بتعتمد بشكل أساسي، مش بتعتمد بقى إن أنا بجيب خصائص الرياح علشان أحسب منها خصائص الموجة نفسها اللي هي الإتش أو التايم بيريود. لا، أنا هنا مش بدور خالص على الإتش و التي بي او زمن تردد الموج. انا هنا بدور على الانرجي او الطاقه اللي هتبدا تتنقل، وبالتالي عن طريق الطاقه او طيف الامواج اقدر ان انا استنتج الاتش او اقدر ان انا استنتج التي بي اللي هو التايم بيريود بالنسبه للامواج. يبقى هنا الفرق ما بين التو مودلز، ان واحد بيستخدم خصائص الرياح اللي هي الفيلوسيتي والفيتش والديوريشن عشان اجيب خصائص الامواج اللي هو السينيفيكانت ويف هايت والتايم البيك بيريود اللي هو زمن تردد الموج. اما المودلز الاخرى بتعتمد على ان انا هستخدم خصائص الرياح ولكن علشان احسب طيف الامواج، وبالتالي عن طريق الطيف اللي هو السبكترا اقدر ان انا احسب منه الاتش او البيك بيريود اللي هو التي بي. طيب لما نيجي نتكلم على الهيستوري او الليتريتشر ريفيو او الدراسات السابقه اللي هي الخاصه بموضوع المودلز البسيطة، هلاقي في عندي طريقة اللي هي اسمها SMB. SMB دي تم دراستها في البداية سنة 1947، وبعد كده حصل لها بعض الاكستنشن سنة 1958. في طريقة أخرى مشهورة جدا اللي هي جونس واب ميثود، اللي هي الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها في المنهج بتاعنا. طريقة جونس واب هي كانت بتعتمد في أساسها على مجموعة من التجارب، واستنتجها عالم هاسلمان سنة 1973. وطريقة جيمس واب هي الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها في المنهج بتاعنا. لما نيجي نتكلم على البارامتريك موديل او المودلز البسيطة بصفة عامة، انا عايز استنتج خصائص الامواج او تولد خصائص تولد الامواج اللي ناتجة عن هبوب الرياح. لو انا عندي مثلا ساحل بالشكل اللي قدامكم ده، اللي هو عند المسافة اكس، المنطقة اكس المظللة باللون الاصفر، عندي اكتر من اتجاه ممكن يحدث عندي تولد للرياح، او انا متوقع ان يحدث تولد للرياح فيه. طيب عندي اكتر من اتجاه، عندي اتجاه اللي هو اتجاه الشرقي، وعندي اتجاه اخر اللي هو اتجاه الشمال، وعندي اتجاه اخر اللي هو اتجاه الشمال الغربي. يبقى الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي. بس لو انا خدت بالي من الصورة هلاقي ان المدى المكشوف في حالة الشمال الشرقي قصير، أطول منه المدى المكشوف في حالة الشمال. ولو رحت ناحية الشمال الغربي هلاقي المدى المكشوف لتولد الرياح اللي بينتج عنه تولد للأمواج هيبقى أكبر منه في حالة الشمال والشمال الشرقي. ده أنا متوقع
ان معظم الامواج اللي هتتولد في المنطقه او في الساحل اللي انا بدرسه ده غالبا ما هتتولد في اتجاه الشمال الغربي اللي هو بيتولد فيه معظم الرياح، او انا متوقع ان تحدث الرياح بشكل اكبر في اتجاه الشمال الغربي عنه اكبر من اتجاه الشمال او اتجاه الشمال الشرقي. وبالتالي انا محتاج بقى ان انا اعرف خصائص الرياح اللي هي الويند فيلوسيتي، محتاج ان انا احسب المدى المكشوف اللي عندي، محتاج ان انا احسب الستورم ديوريشن اللي هي فتره هبوب الرياح او فتره هبوب العاصفه، كمان ممكن يدخل عامل معايا اللي هو الديبس اوف ووتر ان جنريشن اريا، يعني عمق الميه في المنطقه اللي حصل فيها تولد. طب ليه بدخل عمق الميه معايا اللي هو الدي؟ لان مثلا لو انت في عمق المحيط العمق الدي ده كبير جدا، فالاحتكاك ما بين الميه والقاع بيبقى قليل، على العكس لو انت قربت من خط الشط العمق دي بيبقى قليل، وبالتالي في تأثير للفريكشن ما بين البيد قاع المحيط والميه نفسه. طيب تعالوا بقى نتكلم على البارامتريك موديل، وندخل بقى في الجزء المهم اللي منه هنتنقل ان شاء الله للمعادلات او التشارتات البيانيه اللي منها هندرس الامثله اللي هي مهمه جدا في الشابتر ده. لو احنا جينا نتكلم على البارامتريك موديل او المودلز المبسطه اللي هي بتعتمد على ان انا عندي الخصائص الخاصه بالرياح اللي هي اليو اللي هي الفيلوسيتي اللي هي السرعه، وعندي كمان الفيتش اللي هو المدى المكشوف، وعندي التي اللي هو التايم دوريشن. عندي نوعين. لو انا هتكلم ان انا عايز احسب خصائص الامواج بيزد على رياح، هتكلم فيها ان قيمه الاف اللي هي الفيتش اللي هو المدى المكشوف والتايم دوريشن هو ما لا نهايه، ده كده انا هتكلم على فولي ديفلوبد اريا او منطقه البحر المكتمل. ايه هي منطقه البحر المتولد المكتمل؟ دي معناتها ان انا انتوا عارفين طبعا اذا كان عندي فيه رياح، هبه رياح، بعد هبوب الرياح طبعا هيبدا تتنقل الطاقه الى سطح البحر، وبالتالي يبدا عندي تولد للامواج. طيب كل ما تتنقل طاقه ده معناته ان هتتولد امواج، تولد امواج ده معناته ان ارتفاع منسوب سطح البحر، ده معناته ارتفاع الاتش او ارتفاع عمق الايه، عمق الامواج، وبالتالي اللي هو زياده الاتش بصفه مستمره ده بينتج عنه ان انا ممكن مع استمرار الفيتش او زياده المدى المكشوف بالنسبه للرياح اللي عندي، ده معناته ان انا باستمرار هفقد طاقه، وبالتالي هيزيد، وبالتالي هيزيد معايا الاتش اللي هو ارتفاع الموجه، وبالتالي طول المدى المكشوف هيزيد، وبالتالي الفتره الزمنيه هتزيد. ده معناته ان انا وصلت الحالة اللي هي حالة التشبع، ان انا ممكن اوصل لوضع ان رغم ان المدى المكشوف بيزيد وان فترة هبوب العاصفة بتزيد، خلاص انا وصلت لاقصى اتش اقدر ان انا اوصل لها. في الحالة دي هقدر اقول ان الـ 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 ان الـ ان الـ استنتج من الموديل ده ان هي انفينيت، او دي معناها ان هي فولي ديفلوبد اريا سي، او عبارة عن تولد بحر مكتمل او ظروف تولد امواج مكتمله، ده معناته ان ارتفاع الموجه وصل لاقصى ارتفاع ممكن يوصل له، او وصل لاقصى تشبع. وفي الحاله دي العامل الوحيد اللي هيدخل معايا هو اليو، ده معناته ان ارتفاع الموجه يعتمد فقط على اليو، ده في حاله البحر المكتمل تماما، او في حاله البحر لما بيوصل لحاله التشبع. طيب طبيعي وفي الواقع ان انا طبعا مش هاخد سرعه الموجه، سرعة الرياح فقط، لأن طبيعي أي أمواج لما بتتولد لا تعتمد فقط على سرعة الرياح، وبالتالي أنا لازم أخذ في اعتباري خصائص الرياح الأخرى، وأقصد بيها الفيتش اللي هو المدى المكشوف، وأقصد بيه كمان اللي هو الستورمي ديوريشن أو زمن هبوب العاصفة. وبالتالي لو أنا بدأت أدخل بقى الفيتش وبدخل التايم ديوريشن، عندي نوعين. النوع الأول هو ديوريشن ليميتد. يعني إيه ديوريشن ليميتد؟ خد بالك من التعريف علشان التعريفات دي هتبدأ تشتغل بيها في المسائل إن شاء الله. كلمة duration limited ده معناته إن الموجة اللي عندي اللي اتولدت بتعتمد في خصائصها هي موجة محددة أو محكومة بفترة هبوبها، أو بمعنى آخر خصائص الموجة اللي أنا هدرسها تعتمد بشكل أساسي على زمن هبوب العاصفة، او الزمن اللي فيه العاصفه بتتولد اللي هو الستورم ديوريشن. يبقى لو انا هدرس موجه ولقيت الموجه محكومه
خصائصها، يعني أقصد بيها ارتفاع الموجة وزمن تردد الموجة، بيعتمد بشكل أساسي على زمن هبوب العاصفة اللي هو الستورم ديوريشن، هسمي الموجة بتاعتي ديوريشن ليميتد. طيب ده النوع الأول من اللي بيعتمد فيه على الاف والتي. النوع الثاني فيتش ليميتد. ايه هو الفيتش ليميتد؟ لو انا جيت ادرس اي موجه واشوف الخصائص بتاعتها، يعني اقصد بيها الاتش اللي هو ارتفاع الموجه وزمن تردد الموجه اللي هو التي بي، لقيت الخصائص الموجه اللي هو الاتش والتي بي او الموجه المتولده هي موجه محكومه ومقيده، وتعتمد بشكل اساسي على الفيتش او المدى المكشوف. طبعا الاثنين فيهم سرعه، ولكن انا بقول على العامل المؤثر مع السرعه. يبقى الحاله الاولى ديوريشن ليميتد، دي عباره عن الامواج المقيده والمحكومه والتي تعتمد بشكل اساسي على السرعه مع الستورم ديوريشن او زمن هبوب العاصفه، ودي بسميها ديوريشن ليميتد. النوع الثاني من الامواج اللي هو بيعتمد على الفيتش بشكل اساسي مع السرعه هو عباره عن الفيتش ليميتد، دي عباره عن الامواج المتولده واللي بتعتمد بشكل اساسي على سرعة الرياح بالإضافة إلى المدى المكشوف بالنسبة للرياح. طيب بصفة عامة لو إحنا جينا ندرس البارامتريك موديل، طبعا أنتوا عارفين لو إحنا خدنا على المحور الأفقي اللي هي المسافة إكس أو الفيتش أو المدى المكشوف، وعندي على المحور الرأسي الـ HS اللي هو السينيفيكانت ويف هايت أو ارتفاع الموجة، والـ T اللي هو زمن تردد الموجة، عندي المسافة الأولى من التشارت ده هيكون عندي النوعين الاساسيين اللي هو الفيتش ليميتد والديوريشن ليميت. لو انا ديوريشن يبقى انا خصائص الموجه بتعتمد بشكل اساسي على الزمن مع السرعه، لو انا يبقى انا هنا هتكلم على السرعه ان هي كونستانت، لو انا فيتش ليميتد يبقى هلاقي خصائص الموجه المتولده هتعتمد بشكل اساسي على الفيتش اللي هو المدى المكشوف بالاضافه الى السرعه، لغايه لما اوصل لحد معين ان انا الامواج الرياح بتدي طاقه للامواج، وبالتالي ارتفاع الموجه هيبدا يزيد 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 لغايه لما يوصل لحد معين، بعده مش هيحصل اي تغيير للايه؟ للموج، او ان انا هوصل للفولي ديفلوبد اريا او منطقه بحر الامواج المكتمل. ده معناته ان انا ممكن اوصل لوضع بعده ان انا خلاص وصلت لوضع الاستقرار، ده بالعكس كمان ممكن ان الموجه بتاعتي يبدا يحصل لها ارتفاع الموجه يبدا لا يا اما احتمال ان هو يزيد واوصل للفول ديفلوبد اريا، او ان انا بتبدا الموجه بتاعتي تبدا يقل ارتفاعها نتيجه عمليه فقد الطاقه او الديسيبيشن او عمليه الاضطراب بقى اللي بيحدث لسطح البحر، وبالتالي على التوالي كده ابدا الاقي ارتفاع الموجه يبدا يقل. الخاصيه دي هي خاصيه الديكي او خاصيه الانتشار، او هي عباره عن المسافه اللي بتتولد فيها الامواج وبتقطعها بعد تحركها من مكان تولدها بعيدا عن مكان تأثير الرياح. يبقى الديكي ديستانس او المسافه الزمنيه اللي المسافه اللي بيحدث فيها ديكي هي المسافه اللي الامواج بتقطعها بعيدا عن مكان تولدها او بعيدا عن مكان تأثير الرياح، او هي المسافه اللي بعد ما بتتولد الرياح اللي عندي بتبدا الامواج تاخد مسافه بتبدا فيها يقل فيها الارتفاع الخاص بالامواج بعيدا عن المكان اللي اتولدت فيه الرياح وتسبب في تولد الامواج نفسها. نتنقل بقى للجزء اللي هو فيه بارامترز او فيه معاملات، وهو الجزء اللي هيكون فيه تطبيقات على الجزء اللي انا شرحته ده. لو احنا هنتكلم على الاس ام بي ميثود هيبقى عندنا معادلتين في كل طريقه، كل معادله واحده منهم بتحسب السينيفيكانت ويف هايت اللي هو الاتش اس، والاخرى بتحسب التي اس او زمن تردد الامواج. المعادله الاولى لو انت خدت بالك هتلاقيها الاتش اس داله فيه قيمتين مهمين جدا، القيمه الاولى هي اليو 10 ودي عباره عن سرعه الرياح على ارتفاع 10 متر من سطح البحر، والمعامل الثاني المهم اللي هو عباره عن الاكس او الفيتش او المدى المكشوف من سطح البحر بالنسبه للرياح. المعادله الاخرى ودي بحسب بيها زمن تردد الامواج اللي هو التي اس، داله فيه قيمتين مهمين برضو، القيمه الاولى هو سرعه الرياح على ارتفاع 10 متر بالاضافه الى الفيتش او المدى المكشوف من سطح البحر بالنسبه للرياح. الطريقه بتاعت الاس ام بي برضو لها مونوجراف او لها شكل بياني، ولكن احنا مش هندرس طريقه الاس ام بي باستخدام المونوجراف، انا يهمني طريقه
جون سواب ميثود اللي هنبدأ نتكلم فيها وهنركز عليها في المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله. طريقة جون سواب ميثود هيبقى عندي على حسب نوع الموجة المتولدة، يا إما فيتش ليميتد أو ديوريشن ليميتد. لو أنا عندي فيتش ليميتد أنا عايز أحسب ارتفاع الموجة اللي هو الاتش، بس خدوا بالكم هنا في المعادلات هلاقي إن قيمة اليو 10 اللي هي كانت في معادلات الاس ام بي ميثود هستعيد عنها او هعوض عنها بحاجه اسمها اليو اي. اليو اي دي عباره هي برضو عن سرعه الرياح، ولكن ادجستد يعني القيمه المعدله لسرعه الرياح على ارتفاع 10 متر، وهي داله برضو في سرعه الرياح على ارتفاع 10 متر، وبستخدم المعادله اللي هي قدامكم ديت اللي هي اليو اي بتساوي 71% يو 10 او سرعه الرياح على ارتفاع 10 متر اس 1 و 23%. طيب هدخل انهي معادله من المعادلات على حسب الرياح المتولده، هل هي فيتش ليميتد ولا دوريشن، او على حسب الامواج المتولده بيزد على خصائص الرياح. لو الموجه اللي اتولدت فيتش ليميتد يعني بتعتمد بشكل اساسي على السرعه بالاضافه للفيتش اللي هو الاكس، هدخل في المعادلات دي. يعني مثلا المعادله الاولى هدخل هبعرف قيمه الاكس وهبعرف السرعه المعدله، هقدر احسب ارتفاع الامواج المميز اللي هو الاتش. ممكن ادخل المعادله الثانيه لو انا عايز احسب البيك بيريود او زمن تردد الامواج المقابل لاقصى طاقه، برضو داله في الفيتش وداله في سرعه الامواج. ده لو حاله امواج متولده بتعتمد بشكل اساسي محدده او مقيده بالفيتش اللي هو الاكس. طيب لو انا عندي امواج متولده تعتمد بشكل اساسي على فتره هبوب العاصفه او الستورم ديوريشن، يبقى هدخل المعادلات بتاعه الديوريشن ليميتد. معادلات الديوريشن ليميتد عندي معادلتين. المعادله الاولى انا هحسب ارتفاع الامواج المميز بيزد على التايم ديوريشن وبيزد على سرعه الرياح المعدله، او ممكن ادخل في المعادله الثانيه هحسب زمن تردد الامواج اللي هو البيك بيريود اعتمادا على التايم ديوريشن او فتره هبوب العاصفه بالاضافه الى اليو اي او ما يعرف باسم سرعه الرياح المعدله. طيب معادلات جون سواب برضو واخده شكل اخر في حاله الفولي ديفولوب داري. الفولي ديفولوب داري زي ما انا قلت لكم اللي هي منطقه بحر الامواج المكتمل اللي فيها حصل ان الامواج اخذت طاقه من الرياح ووصلت لحاله التشبع. يعني مهما اعطيت الامواج من طاقه من الرياح بعد كده هي خلاص ارتفاع الامواج مش هيزيد، لانه وصل لحاله الايه التشبع او وصل لحد معين من بعده مش هيزيد ارتفاع الموج. في الحاله دي بنسمي البحر بحر الامواج المكتمل او الفولو ديفولوب سي. في حاله الفولو ديفولوب سي جون سواب طور المعادلات بتاعته علشان احسب بيها خصائص الامواج. في حاله الفولو ديفولوبد اريا او فولو ديفولوبد سي هستخدم بحر الامواج المكتمل، هستخدم المعادله ديت علشان احسب الاتش داله في سرعه الرياح المعدله، وهلاقي هنا رقم ثابت بقى مش هيدخل فيه اي معاملات اخرى. ليه؟ لان انا خصائص الامواج تعتمد بشكل اساسي على سرعه الرياح فقط لا غير. لو انت عايز تدخل المعادله الثانيه هستخدمها في حاله لو انا عايز احسب التي بيك او البيك بيك. المهم بقى في طريقة جون سواب ان انا عندي معادلات فورميوليشن وعندي نوموجرافز اللي هو الشكل البياني اللي قدامك. انت هيبقى قدامك حاجة من اتنين، يا اما هتستخدم المعادلات. لو انا قلت لك استخدم جون سواب فورميوليشنز او ايكويشنز يبقى هتستخدم المعادلات. لو انا قلت لك استخدم النوموجرافز يبقى انت هتبقى محتاج ان انت تستخدم الشكل البياني او المنحنيات البيانيه اللي هي متاحه لك. الشكل ده فيه خمس معاملات، وركزوا معايا عشان ده مهم جدا جدا. على المحور الافقي هلاقي ان المسافه دي بالكيلومتر، دي عباره عن الاكس او الفيتش او المدى المكشوف. المسافه الراسيه هلاقي عندي اللي موجود هو عباره عن سرعه الرياح و بوحدة كيلومتر لكل ساعة. طيب يبقى عندي سرعة الرياح على المحور الرأسي وعندي المدى المكشوف على المحور الأفقي. طيب إيه كمان من معاملات؟ هنا أنا عندي خمس معاملات، ثلاثة منهم خاصين بالرياح. أنا قلت لكم الفيتش على المحور الأفقي أو المدى المكشوف بوحدة الإكس، عندي كمان على الرأسي اللي هي سرعة الرياح اللي هي اليو،
وحدة كيلومتر كل ساعة. وعندي كمان زمن التايم دوريشن او فترة هبوب الرياح او زمن هبوب العاصفة. دول الثلاث بارامترز المهمين الخاصين بالرياح. طب ايه بستنتج بقى؟ بستنتجه من التشارت ده، ليه علاقة بالامواج. بستنتج معاملين، بستنتج ال HS اللي هو significant wave height، وبستنتج ال peak period او زمن هبوب او زمن تردد العاصفة المصاحب لاقصى طاقة. يبقى انا محتاج علشان ادخل التشارت ده لازم ثلاث بيانات خاصين بالرياح. ال X اللي هو الفيتش ليميتد، ال UA اللي هو عبارة عن سرعة الرياح، كمان عندي محتاج ان انا احسب او ان انا اكون عارف فترة هبوب الرياح بوحدة الساعات. وغالبا على فكرة في بعض التشارتات بتكون بالدقائق، ولكن هشتغل بالساعات. هستنتج منه ايه بقى؟ هستنتج منه ال HS اللي هي الخطوط الداش، الخطوط السوليد المايله من الاتجاه ده ومكتوب عليها HS، وهستنتج منها ال TB اللي هو زمن تردد العاصفه المصاحب لاقصى ايه؟ لاقصى طاقه. يبقى انا بدخل بثلاث بارامترز خاصين بالرياح، وبستنتج تو بارامترز خاصين بالامواج. بستنتج السيجنيفيكانت ويف هايت بالمتر، وبستنتج البيك بيريود بالايه؟ بالسكن. تعالوا كده نشوف الشكل اللي قدامنا، يا ريت تركزوا فيه معايا يا باشمهندسين. باشمهندسين كلكم معايا؟ معاك شباب. طيب ركزوا بقى معايا عشان الكلام اللي انا هقوله ده مهم جدا جدا. لو انا قلت لك مثلا عندك رياح الفيتش بتاعها كان 50 كيلو، يبقى هتدخل على المحور الافقي هتلاقي 1 1 ونص 2 3 لغايه لما توصل لكام؟ ل 50، وهتاخد خط راسي اللي هو الممثل اللي هو متمثل عندكم باللون الاخضر اللي هو الدشد ده. يبقى انا هاخد خط راس. طيب قلت لك سرعه الرياح 22، يبقى هتاخد على المحور الافقي اللي عندك، لو انا عندي سرعه الرياح ب 22 يبقى هتاخد خط افقي كده ب 22، تمام؟ وهتاخده اللي هو الخط اللي لونه ايه؟ اللي لونه احمر. طيب الخطوه اللي بعدها، لو انا قلت لك التايم دوريشن او الستورم دوريشن كان 3 ساعات، هتدور على الخطوط الدشد المنقطه ديت وتحل اللي هي الخطوط اللي جايه من اتجاه ده مميله زي الخط اللي هو باللون الازرق. ده عباره عن التايم دوريشن كان 3 ساعات، يبقى هتعمل الخط بتاعك بالثلاث ساعات. يبقى انا عندي كده قلت لكم ثلاث بارامتر. السرعه معلش انا قلتها بكيلومتر، هي بوحده متر بير سكند، انا اللي ما كنتش شايف التشارت كويس. هاخد خط افقي باللون الاحمر. عندي التايم دوريشن 3 ساعات، هدور على الخطوط المنقطه هتلاقي الخطوط اللي عندك مكتوب 5 ده 3 ده 4 ده 3 ده اللي بعده. لو احنا جينا شفناها كده هنلاقيها ماشيه 20 منت 30 منت 40 منت 50 1 ساعة 1.5 2 هتلاقي هنا 3 وبعد كده 3.5 وهكذا. هتاخد عند 3 ساعات وتعمل خط. وبقول لك كمان الفيتش 50 كيلو، يبقى هتاخد خط رأسي 50 كيلو. طيب انت عايز تستنتج ايه؟ انت عايز تطلع الخصائص اللي عندك بالنسبة للأمواج. أول سؤال اسأله لنفسك، هل هي فيتش ليميتد ولا ديوريشن ليميتد؟ بتطلع فيتش ليميتد ولا ديوريشن ليميتد على حسب الخط الخاص بالرياح. يعني انا قلت لك السرعه ب 22، فدخلت دخلت افقي من المحور الراسي بتاع اليو اي اللي هي سرعه الرياح المعدله. انت الاول اصطدمت بمين؟ اصطدمت بالخط بتاع التايم دوريشن الستورم دوريشن، ولا اصطدمت بالخط بتاع الفيتش؟ قولوا يا شباب. مع الديوريشن بالتايم دوريشن. يبقى هنا الامواج اللي هتتولد هيبقى اسمها دوريشن ليميتد. ليه؟ لان الامواج بتعتمد بشكل اساسي على التايم ايه؟ دوريشن. طيب لو احنا زودنا شويه وانا قلت لك الخط ده بدل الخط بتاع ال 50 ده هنقله كده اكتر. لو انا قلت لك هبدا اغير شويه في الخصائص، تعالوا ناخد المثال اكتر، تعالوا نعمل زوم بقى على المنطقه اللي احنا طلعناها. لو احنا كده جينا بالراجع يبقى انا هنا عند الخط ده الخط، لو انا قلت لك
عند النقطة اللي احنا عايزين ندرسها دي عايزين نطلع الخصائص. حد اعمل زوم بقى على المنطقة المربعة دي، انا خلاص استنتجت ان هي duration limit. تعالى بقى اعمل ايه، اعمل زوم. انا الخط الاحمر اهو اللي هو بوحدة 22 متر لكل ثانية اللي هو سرعة الرياح اصطدم بالاول بالخط بتاع duration limit، وده الخط الاخضر بتاع الفيتش اللي هو خلاص انا مش هعتمد عليه. يبقى تروح للخط ده، شوف بقى انت محصور ما بين ايه وايه. بالنسبة للـ HS محصور ما بين كام وكام، هتلاقي نفسك الـ HS بتدور على الخطوط السوليد. لو انت كده بصيت على الخطوط السوليد من تحت، بصوا معايا، واحد، واحد وربع، واحد ونص، واحد خمسة وسبعين من مية، اتنين، اتنين ونص، تلاتة. يبقى النقطة اللي انا حددتها دي محصورة ما بين كام وكام؟ قولوا يا بشمهندسين. ما بين 1.75 و2. و2، يبقى انت هتاخد ما بين 1.75 و102 طبعا بالتشابه او طبقا للمسافة اللي انت ما بينها، ممكن تاخد المتوسط ما بينهم على حسب انت، على حسب انت قريب من مين. فانت ممكن هي تقريبا في الوسط ما بينهم، ففي حدود 1.8 متر. يبقى انا كده جبت الاتش اس. طب عايز اجيب بقى زمن تردد العصب او البيك بيريود او زمن تردد الموجة المصاحب لاقصى طاقة. هشوف انا محصور ما بين ايه وايه. طيب في حالة الزمن انا بشوف الخطوط اللي عندي، هلاقي هنا الخطوط الداش 2 ساعتين، ركز معايا، ها 3 ساعات. طيب ده بتاع التي، انا بدور على زمن البيك بيريود، هلاقي الفترة الزمنية اللي عندي اللي موجودة. شوف الخطوط اللي هي متمثلة عندي جاية من ناحية الشمال اللي هي معمولة بالسكند، هلاقي عندي محصور ما بين، معلش هو التشارت انا عملت زوم على الجزء ده، فانا عندي هنا 4.5 ثانية، خمس ثواني، ها 5.5 ثانية، 6 ثواني، وبعدها 7. طيب نيجي للنقطة اللي عندنا محصورة ما بين كام وكام؟ محصورة ما بين الخمسة والخمسة ونص، بس هي اقرب اكتر للخمسة وايه ونص. يبقى انا كده التي بي بخمسة وايه، خمسة واربعة. هل المثال ده كده واضح ولا مش واضح مش مهندسين؟ ها واضح دكتور. طيب ندخل في، طيب تمام يا بشمهندس، ندخل في المثال اللي بعد. لو انا قلت لك اليوب 20، خلاص اليوب 20 متر برسك، يبقى هاجي على المحور الرأسي اللي هو الخاص بالويند فيلوستي، هدخل عند 20 واخد الخط الاحمر اللي انا باخده كل مرة، تمام. يبقى ده الخط المميز للسرعة. بعد كده عندي خطين، خط خاص بالفيتش وخط اخر خاص بالتايم دوريشن. لو انا قلت لك ان الفيتش ب 50 كيلو، يبقى هتطلع اهو عند ال 50 كيلو وتاخد خط راس اللي هو الخط الداش باللون الاخضر عندكم. طيب عندي خاصيه اخرى للرياح اللي هي عباره عن الستورم ديوريشن او الويند ديوريشن او فتره هبوب الرياح، كانت كام ساعه؟ انا اديتها لك 6 ساعات. يبقى انت هتمشي كده عند 6 ساعات. احنا كنا هنا عند 4 وبعدين 5 وبعدين 6 اللي هو الخط الازرق الدشد ده، تمام. طيب من الشكل اللي قدامكم دي فيتش ليميتد ولا ديوريشن ليميتد؟ ها فيتش ليميتد. فيتش ليميتد ليه؟ لان الخط الخاص بالرياح اللي هو الخط الاحمر قابل للاول الخط الخاص بالفيتش او المدى المكشوف قبل ما يقابل الخط اللي هو الخاص بالستورم ديوريشن. يبقى في الحاله دي انا حددت نوع الامواج المتولده اللي هي عباره هتكون عباره عن فيتش ليميت. طب انا عايز بقى اجيب الخصائص بتاعتي، هشوف عند النقطه المربعه دي. والله انا بالنسبه لي الخطوط اللي هي السوليد اللي هي الخاصه بالاتش اس، انا محصور ما بين كام وكام؟ هلاقيها، هلاقي محصور ما بين الاثنين والاثنين ونص، ما بين الاثنين والاثنين ونص، تقريبا في النص ما بينهم، يعني في حدود اثنين وربع. طيب الخطوط المنقطه الاخرى اللي هي الخاصه بالبيك بيريود، هلاقي نفسي محصور ما بين الخمسه والكام والستة ونص، بس هلاقي اني مقرب اكتر من الستة ونص، فهتبقى نسبة وتناسب في حدود 6.3 سنة. فهمتوا المثال ده ولا الامور صعبة؟ ها الكلام واضح دكتور. تمام، ناخد مثال اخر. لو انا لنفس المثال ده زودت الاكس شوية، بدل ما هي في المثال السابق كانت 50 بقت 150، يلا حد يقول لي فيتش ليميتد ولا ديوريشن ليميتد لنفس المثال اللي احنا اشتغلناه؟ ديوريشن.
duration limited. ليه؟ لان الخط الخط اللي هو ليه علاقه بيه significant wave height اصطدم بالخط اللي هو الازرق الخاص بالستيرمي ديوريشن. وبعد كده اروح للنقطه اللي هي عملت عليها علامه اكس واشوف انا واقع على اني خط بالنسبه للاتش اس، هلاقيني محصور ما بين الاثنين ونص وثلاثة، هو اقرب اكتر للثلاثة يبقى حوالي 2.7. وبالنسبه للخطوط اللي هي الداش المنقطه هلاقيني محصور ما بين الستة والسبعة بالنسبه لل البيك بيريود، وأقرب أكتر للسبعة ونص فأقدر أقول إن هي عبارة عن 7.3. طبعاً معادلات جينس ويب لو أنا هتكلم على الفولي ديفولوبد أريا، آخر شكل المعادلات هتاخدوها قبل ما ندخل في موضوع المسائل، عندكم معادلات خاصة ببحر الأمواج المكتمل، ولكن بعوض عن سرعة الرياح بسرعة أخرى لها علاقة بالفريكشن او بالويند فريكشن فيلوسيتي، دي بسميها اليو ستار، ودي بيدخل معاها معامل اسمه الدراج كوفيشنت. عشان احسب الدراج كوفيشنت، الدراج كوفيشنت اللي هو السي دي بيبقى ليه علاقه بسرعه الرياح اللي هي اليو 10 وبالفريكشن فيلوسيتي اللي هي اليو ستار. كمان السي دي او الدراج كوفيشنت ليه علاقه باليو 10 فقط، لو انا هحسبه ارجع اعوض في المعادله اقدر احسب اليو ستار. لو انا حسبت اليو ستار اقدر ادخل في المعادلات على حسب هل انا فولي ديفلوبد سي ولا فيتش سي. لو انا فولي ديفلوبد سي هدخل احسب الاتش، وهلاقي هنا الطرف اليمين خلاص بيبقى رقم ثابت لان الاتش بتعتمد فقط على اليو. اما في حاله الفيتش ليميتد، وطبعا زي ما في معادله للاتش في معادله لزمن تردد الامواج اللي هو التي بي، وزي ما في معادلات للفولي ديفلوبد برضو في معادلات للفيتش ليميتد، هقدر احسب الاتش الداله في اليو والاكس فيتش ليميتد، واقدر احسب البيك في حاله اليو ستار اللي هي الفريكشن فيلوسيتي مع الاكس اللي هي الفيتش ليميتد. طبعا الشكل ده كان واضح بالنسبه لكم قبل كده، اتكلمنا فيه على تولد الامواج لما الامواج بتتولد في المكان اللي بتهب فيه الرياح، بعد كده بتبدا تنتشر وبيحدث السويل. بالنسبه للطريقه اللي هي الخاصه بي، احنا كده عندنا معادلتين لحساب نفس الحاجه، يعني الفول ديفلوبد عندي معادله باليو اي ومعادله باليو ستار، فانا هستخدم اني؟ قول بس انت تقصد اني واحده. يعني انا دلوقتي عندي عشان انا كنت في حاله الفولي ديفلوبمنت. انت بتتكلم على الفول ديفلوبد معاك اكتر من ده الفول ديفلوبد لو هاخد معايا تاثير الفريكشن فيلوسيتي او الويند فريكشن فيلوسيتي او سرعه الرياح اللي هي الخاصه ب، هدخل معايا معامل الاحتكاك الخاص بالرياح. انما لو انا قلت يعني المعادله المساله هتبقى واضحه، لو انا ذكرت لك الدراج كوفيشنت او الفريكشن فيلوسيتي يبقى هتشتغل بالمعادلات بتاعه الفريكشن. لو انا ما ذكرتش اي معلومات على الدراج كوفيشنت او سرعه الرياح اللي ليها علاقه بالفريكشن يبقى هتشتغل بالمعادلات الاولى. انت فاهمني؟ معادلات العامة يعني. تمام جدا، واضح كده دلوقتي، شكرا. العفو يا باشمهندس. طيب بالنسبة لطريقة الشور بروتكشن ميثود اللي هي الاس بي ام ميثود، طبعا في معادلات هي كبيرة شوية بتشتغل على الدبس ليميتد. ايه موضوع الدبس ده؟ اللي هو انا كنت شرحت في بداية المحاضرة، انتوا عارفين ان الامواج لما تتولد في وسط البحر غير لما الامواج تتولد بالقرب من خط الشاطئ. بالقرب من خط الشاطئ عمق البحر بيبقى قليل، فطبيعي يحدث فريكشن ما بين الجزيئات الميه نفسها وما بين الجزيئات التربه اللي هي المكونه للقاع بتاع البحر نفسه، وبالتالي هيبقى في تاثير بالنسبه للويف هايت بسبب الفريكشن. يعني الفريكشن هيسبب انخفاض للويف هايت او ارتفاع الامواج. على العكس لو انا بتكلم على رياح تولدت او عاصفه تولدت نتج عنها امواج في عمق البحر نفسه، ده معناته ان انا بعيد جدا عن خط القاع او منسوب القاع بالنسبه للبحر، فالفريكشن هيبقى تاثيره قليل. لو انا بدرس شور بروتكشن او اي منشات بقى بعمل لها عمليه منشات بحريه بعمل لها عمليه تصميم، بحتاج طريقه الشور بروتكشن ميثود، بستخدم المعادلات ديت علشان احسب الويف هايت واحسب البيك بيريود زي ما انتم شايفين بيزد على
الاكس اللي هي الفيتش الخاص بالرياح، وبيدخل معايا السرعه المعدله اللي هي اليو اي، وبيدخل معايا بقى معامل جديد الدي اللي هو العمق بتاع الايه البحر او الووتر ديبس. يبقى المعادلات دي هستخدمها لما اقول لك شور بروتكشن ميثود، او دخل معاك تاثير الفريكشن علشان احسب الاتش والبيك بيرت. في فرق ما بين كلمتين مهمين جدا في المواني، حاجه اسمها الهند كاستنج وحاجه اسمها الفوركاستنج. طبعا انتم عارفين ان الخصائص بتاعه الرياح او خصائص الامواج ممكن انا اعمل لها ديجيتايزنج واعمل لها عمليه حفظ للبيانات. طب البيانات دي لو انا جيت في وقت من الاوقات جمعت البيانات القديمه لسنه معينه وبدات اعمل لها عمليه تحليل مثلا او عمليه دراسه، وهدرس خصائص الامواج ولكن في الماضي، يعني هستنتج بعض الخصائص بيزد على بيانات للرياح ولكن في الماضي، ده بسميه او خصائص الامواج ولكن في الماضي. يعني انا هدرس خصائص الامواج وهستنتج بعض الخصائص في فترات زمنيه في الماضي، ده بسميه هند كاستنج. لو انا بتكلم على الفوركاستنج يبقى انا هعمل تنبؤ، يعني مثلا انا النهارده ما قستش الامواج وما توقعتش شكل الامواج اللي هتتولد في البحر، ولكن انا كان عندي البيانات بتاعه امبارح واول امبارح والشهر اللي فات والشهر اللي قبله والسنه ديت والسنه اللي قبلها، فممكن اجمع كل البيانات اللي فاتت لغايه امبارح واجمعها واعمل لها عمليه دراسه وتحليل واتنبأ ايه اللي هيحصل للامواج النهارده وبكره، ده اسمه تنبؤ لخصائص الامواج فبسميه فوركاستنج. طبعا في اكتر من مودلز بيدرس الحاجات ديت، وممكن ندرس فيها شكل الامواج بصفه عامه في كل السواحل على الكره الارضيه. دي من شكلها زي ما انتم شايفين، ممكن يبقى عندي WAM موديل، ممكن يكون عندي ويف ووتش 3 موديل، ممكن يكون عندي سوان موديل. ده برضو شكل كده للـ HS على شكل الكرة الأرضية كله، متقسم على شكل في الأماكن المختلفة للونجوتيود واللاتيتيود، اللي اتولد سنة 2011 في شهر فبراير في نص الشهر في الساعة 21. طيب تعالوا ندخل بقى في الجزء المهم جدا اللي هو الخاص بالمسائل. هنشتغل على المثال ده، والمسائل اللي انا هديها لكم ركزوا عليها، وزي ما انا قلت لكم في طريقه جينس ويب، يا اما هنشتغل بالمعادلات يا اما هنشتغل بالمونوكراف. لو انا قلت لك اشتغل بالفورميوليشن يبقى انت او الايكويشن يبقى هتستخدم المعادلات، لو انا قلت لك اشتغل على المونوجراف يبقى انت هتستخدم الكيرفات اللي عندك، الاثنين هيجيبوا حل طبعا قريبين من بعض. لو انا بقول لك استخدم طريق جينس ويب ميثود وبقول لك كومبيوت او احسب السيجنيفيكانت ويف هايت اللي هو الاتش اس، وكمان بقول لك احسب البيك بيريود او زمن تردد الموجه المصاحب لاقصى طاقه بالنسبه لامواج تولدت بسبب هبوب او وجود بيرسينس اوف ستورم، هبوب عاصفه، وكانت الديوريشن او الفتره الخاصه بالعاصفه كانت 12 ساعه، وكانت السرعه بتاعه الرياح عباره عن 31.6 عقده، وبقول لك دي ان هي ادجستد معدله، وكانت بتهوب فوق سطح البحر لمسافه او لمدى مكشوف مقداره 150 كيلو. وبقول لك بسالك يعني اعمل كلاسيفيكيشن للامواج اللي هتتولد دي، هل هي فيتش ليمتد ولا ديوريشن ليمتد؟ نشوف كده البيانات اللي معطاه عندنا. عندنا السرعه المعدله اللي هي الادجستد ويند فيلوسيتي اليو اي 31.6، احولها لمتر بير سكند اضربها في 514 من 1000 هتطلع كام؟ 16 وربع. فترة هبوب العاصفة أو الستورم ديوريشن تي ب 12 ساعة. المدى المكشوف 150 كيلو. ادخل بقى المعادلات بتاعتك. هتدخل، طب واحد يقول لي هي ديوريشن ليميتد ولا فيتش ليميتد؟ طب أنا مش عارف، هدخل أنهي معادلات؟ اللي هيحدد لك يا باشمهندس، ها؟ مين اللي هيحدد؟ حد يقول. الجدول. من الجدول ولا من المونوجراف الشكل البياني؟ ها؟ ايوه اللي هو المونوجراف الشكل البياني. هتدخل عندك السرعه ب 16 وربع، هتمشي خط اللي هو الخط الداش ده، وهتشوف عندك الفيتش بكام؟ ب 150 اللي هو الخط الاحمر،
وكمان هتدخل التايم دوريشن ب 12 ساعة، يبقى هتيجي عندك ب 12 ساعة هتلاقي ان الخط الاحمر ده اصطدم في البداية، الخط الخاص بالسرعة اصطدم بداية مع الفيتش قبل ما يصطدم بالتايم دوريشن، يبقى هي هتبقى عبارة عن فيتش ايه؟ فيتش ليميتد. يبقى ادخل المعادلات بتاعة الفيتش، اشوف بقى المعادلات بتاعة جونز واب الخاصة بالفيتش، هدخل احسب السرعة، احسب السيجنيفيكانت ويف هايت اللي هو الاتش هيبقى مجهول بدلالة الادجاستد فيلوستي اللي هي اليو اي وبدلالة الفيتش، بس خد بالك السرعة اللي اتعوض بيها بوحدة متر بالسكند، فانا حولت العقدة لمتر بالسكند يبقى بقت ب 16 وربع، وحولت الفيتش ليميتد بدل 150 كيلو حولها بالمتر، يبقى 150 في 1000 يبقى 150000. اعوض في المعادلة هجيب الاتش اس ب 3.21 من 100. لو انا دخلت على المعادلة بتاعت زمن تردد الموجة، هدخل بدلالة اليو اي اللي هو عبارة عن السرعة الادجستد 16 وربع متر بالسكند، وهدخل بالفيتش 150 كيلو يبقى 150 في 1000 يبقى 150000، هجيب البيك بيريود او زمن تردد الموجة المصاحب لاقصى طاقة طلع 8.39 من 100 سكند. طيب لو انت عملت نفس الكلام ده بالنسبة للمونوجراف هجيب نفس الحل اللي ايه؟ هجيب نفس الحل اللي عندك، يعني برضو هتلاقي ان الخط اللي هو بتاع السرعة الاحمر هيصطدم بالخط بتاع الديوريشن، هتلاقيه عند النقطة ديت، فانا بالظبط هجيب هلاقي نفسي محصور ما بين التلاتة والتلاتة، التلاتة وتلاتة ونص هو أقرب أكتر للتلاتة، فنسبة وتناسب على إيه بتلاتة واتنين من عشرة. وبالنسبة لزمن تردد الموجة اللي هو البيك بيريود المصاحب لأقصى طاقة هلاقيه محصور ما بين تقريبا التمانية والعشرة، وأقرب أكتر للتمانية، أقل من النص بشوية في حدود تمانية وأربعة من عشرة، هلاقي نفسي الحل هنا مطلعه 3.21 من 100 و8.39 من 100، يعني الفرق بسيط ما بينهم خالص. دي في أمثلة لجنسواب نوموجرامز، وأنا عايزك تدرب إيدك على كل الحالات اللي موجودة قدامك دي وتبدأ تشتغلها. هناخد حالة منها مثلا اللي هو موضوع عندي الإكس بي 200، هناخد الX ب 200 والسرعة ب 8 متر برسكت اللي هي الحالة إيه اللي عندك. لو أنت بصيت وفترة هبوب العاصفة 24، لو دخلت عند 8 هتمشي خط أفقي، جيت تقيس ال 200 هتلاقي نفسك في النقطة دي في المثلث ده. إيه موضوع المثلث؟ ركز معايا بشمهندس، لما النقطة بتاعتك بتقع جوه المثلث يبقى أنت كده في الفولي ديفولوبد سي أو أمواج البحر المكتملة أو حالة البحر اللي وصل لأقصى طاقة، وصل لأقصى تشبع، وصل لأقصى ارتفاع إيه؟ ارتفاع موج. في الحالة دي بتاخد الحد اللي على المثلث، يعني أنت مشيت 8 مع 200 جبت نقطة هنا، فهنا دي مفيش أي بيانات أرى، هتاخد القيم القرايات عند الحد اللي على المثلث اللي هي عند النقطة الإيه؟ الزرق، وتبدأ تقرأ البيانات بتاعتك تشوف الـ H بكام، وتشوف الخطوط اللي هي الداش ده هتجيب لك التي بي بكام. يعني هنا مثلا هتلاقي نفسك محصور ما بين الواحد ونص والواحد 75 من 100، واقرب اكتر معلش ما بين ايه وايه، انا مش شايف قوي، صح، ما بين الواحد ونص والواحد 75 من 100 بالنسبة للإتش اس، تمام، وما بين كام ثانية بقى بالنسبة للتي بي، ما بين ثواني، انا هنا 5 5.5 6، هلاقي نفسي محصور ما بين الستة والايه الستة والسبعة تقريبا، يعني فوق الستة. فخدوا بالكم لما بتقع عند النقطة في حدود المثلث ده بجيب النقطة اللي على الحد وابدأ استنتج منها خصائص الامر. طبعا انتوا الحالة اللي موجودة عندكم انا حليت، وتبدأ بقى تشوف الحالة اللي عندك، فهي تقع في الحدود المثلث هتبقى فولي ديفولوبد سي او حاله البحر الايه المكتمل. لو انا قلت لك
هات لي الحاله ديت لاي حاله من الحالات اي خصائص اخرى. ممكن تدخل على فكره الجدول بشكل اخر، يعني ممكن تكون عارف الاتش اس، ممكن تكون عارف الاكس، تستنتج اي خصائص اخرى مثلا اليو، فانت ممكن تدخل الكيرف بتاعك بطريقه اخرى، يعني لطريقه الحل اللي موجوده عنده. اخر مساله هتكلم فيها في محاضره النهارده، بقول لك استخدم الفورميوليشن اللي هي الخاصه بجيمس ويب. يبقى انا هنا ما قلتلكش استخدم النوموجرامز، انا قلت لك استخدم الفورميوليشن او المعادلات. يبقى مش هتشتغل على التشارت او الشكل البياني، انت هنا هتشتغل على المعادلات. بقول لك احسب السيجنيفيكانت ويف هايت، وبقول لك احسب طيف الامواج. لو انت عندك سرعه رياح متوسطه عباره عن 31.8 متر بالسكند، هتبت على ارتفاع 15 متر من سطح المحيط. وبقول لك كمان بالاضافه لكده احسب الدراج كوفيشنت والفريكشن فيلوسيتي. طبعا انا هنا يا باشمهندس المساله واضحه، انا جبت لك سيره الدراج وسيره الفريكشن، يبقى مش هتدخل معادلات العام، هتدخل المعادلات اللي هي خاصه بالدراج والفريكشن. في البدايه هتعوض في المعادله بدرجه اليو 10، تحسب الدراج كوفيشنت 215 من 100,000، وهتحسب كمان بعد ما تحسب الدراج كوفيشنت تقدر تحسب الفريكشن فيلوسيتي اللي هي اليو ستار، بدايه اليو 10 30 متر بير سكند، وبدايه السي دي اللي انت حسبته تقدر تحسب اليو ستار اللي هي 1.39 من 100. بقى معاك اليو ستار خلاص، تقدر تدخل بقى المعادلات اللي هي بتاعه السيجنيفيكانت ويف هايت وبتاعه التي بي. لو دخلت المعادله بتاعه السيجنيفيكانت ويف هايت اللي هو الاتش، الاتش انا عايزه عارف اليو ستار 1.39 من 100، الاكس قلت لك هي عباره عن 50 كيلو متر الفيتش بتاعك، هتبدا تعوض 50 في 1000 يبقى 50,000، تقدر تجيب الاتش اس 4.1 متر. هتستخدم المعادله الاخرى برضو بدلاله اليو ستار اللي انت حسبتها 1.39 من 100، وبدلاله الفيتش اللي هي 50 كيلو يبقى 50 في 1000 يبقى 50,000، واليو ستار اللي انت حسبتها برضو هتجيب التي بي 5.84 من 100 سكند. اهتموا بشكل المسائل اللي هي الخاصه بجين سواب، سواء في الحاله العامه او في حاله الفريكشن، ودرب ايدك على المسائل، سواء هتستخدم النوموجرامز اللي هي الشكل البياني، او هتستخدم التشارتات، او هتستخدم المعادلات. ودي كانت نهايه محاضره النهارده. في اي حد عنده مشكله في اللي انا شرحته؟ هو بس يا دكتور انا بوقع النقطة على الخط ازاي؟ هجيبها لك حاضر تاني مش مهم. بص يا باشمهندس، بتدخل رأسي، ركز معي، بتدخل رأسي بالسرعة. لا انا فاهم ديت، انا قصدي لو طلعت بره المثلث. لو دخلت، لو هي قصدك جوه المثلث، ازاي هوقع النقطة على الخط؟ جوه المثلث. جوه المثلث، حاضر سهله خالص. وليكن مثلا، بص يا باشمهندس، انت مثلا عند 8 متر بير سكند السرعه، والفيتش كان ب 200 كيلو، فانت جيت عند النقطه دي، التقاطع جه هنا، هتمشي افقي بالراجع لغايه لما تجيب النقطه اللي على الخط بتاع السرعه اللي بيصطدم مع الخط اللي بنهايه الفولي ديفلوبد سي، اللي هو النقطه دي، النقطه الزرقاء. وتقرا البيانات بتاعتها، وتقرا البيانات بتاعتها زي ما انا شرحت لك، محصوره مثلا ما بين 1.5 و1.75، يبقى تشوف القيمه كام. محصوره مثلا ما بين ال 12 وال 14 ثانيه، يبقى هي اقرب لل 12 وتشوف القيمه كام بالنسبه للتي بي. تمام، واضحه ولا مش واضحه؟ تمام وصلت كده. لا واضحه، شكرا. العفو يا باشمهندس، اتمنى ليكم التوفيق ان شاء الله من المحاضرات اللي جايه. خلاص دي اخر محاضره اللي هي في الجزء الخاص ب